وعندما رأيته في القفص هذا الرجل من كثر ما سمعنا عنه وشفنا عنه أنا كانت لدي رهبة في داخلي. شوف هو حقيقة أنا ذكرت لك يعني على الصعيد الشخصي شخصيته طاغية بشكل فظيع، وخاصة تأثير نظراته عنده شيء مغناطيسي عجيب، كل الناس اللي يعرفوه وحتى رؤساء الدول اللي يعرفوه حقيقة أنا سمعت من كثير من عندهم، وواحد منهم رئيس دولة الملك الحسن ملك المغرب، فأخذ يتحدث لي عن الرئيس صدام. والله وبالله أخ أحمد قال لي يا لطيف، الأخ صدام إذا حضر مؤتمرات القمة أو شيء من هالقبيل يقول لي وكأن على رؤوسنا الطير بهذه العبارة. والله وبالله ملك الحسن اللي هو حقيقة يعني معتد كثيرا بتعرف ملك المغرب مو قليل يقول لي كأن على رؤوسنا الطير ولم يستثني نفسه. قام يتجادلوني موفق الربيعي، قال لي موفق الربيعي كان شويه طقطق خايف حقيقه، انا شفت تصريحاته موفق الربيعي ايش فيه كان يطقطق شويه خايف يطقطق فكان شفت انا قبل شويه من اعدام صدام مصرح تصريحات وان صدام وانا حضرته وانا من صعدهم ايش ولا علاقه رجال لا منها ولا عليه لا صعد ولا منزل، هو رجال جاء ضيف وكان يطقطق. صدام قال له ايش بك يا ولو خايف؟ قال له واني خايف انت يعدموك لا انا يعدموني. صدام قال له يعني الان تخوفني بالموت، انا من سنه 59 انتظر هذا اليوم اصعد على المشنقه. صدام يقول ايه شنو هو الاعدام؟ اخ صدام حسين قدم نفسه من اجل الشعب وهو طالب ثانويه للاعدام وحال للاعدام 3 مرات، هذه ليس المره الاولى حقيقه. انا كان رجل متماسك حقيقه بالبدايه، كان قلت لك مخيف ومرعب، بعدين كان متماسك. هو صدام حسين شنو مشكلته؟ شاف خصومه هذول حزب الدعوه، لم ارى علامات الخوف عنده، رايته متماسك. هو كان يقول الموت لامريكا الموت لاسرائيل، عاشت فلسطين، الموت للفرس المجهود. وقف على بالغرفه والمغسله امامه والحبل يعني موجود، قال نظر لي بنظرة فاحصة، أنا نظرت له كذلك بنظرة يعني نظرة الشزر لعله، وقال لي دكتور هذا للرجال. أنا بس من الله خاف، ومو هسه الساعة عاد احنا يعني مو هسه أول يخاف ولا ما يخاف، احنا طلاب مدارس وما خفنا من سين وصاد. ترى والله ما خاف لو طرق المسدس من كل دبابات الكون. مدير الأمن العام يقول لي عودة خاف تروح على المدينة الفلانية، أنا عاند إلا أروح على المدينة الفلانية. يقولون الأعداء هناك موجودين وناصبين لك خطة يضربوك، أنا أروح فصعب تضبطوني. فخاف شغلة تصير واحدة من ذني وتجون على بالكم وشلون وما أدري شنو، هذه الوصية يعني أبالكم تغلق. جوابع أخرى، فلأن المؤمن لا يخاف، المؤمن يجد في الاستشهاد، وهذا مو هو يجد، مو اجتهاد منه وتفسير منه، الله سبحانه وتعالى وعده بالجنة. اللي يستشهد دفاعا عن قضية مثل قضيتكم يعني هو سيواصل حياة أخرى جديدة بما لا يقاس في رقيها عن حياة الدنيا. فإحنا هكذا ننظر للحياة كمؤمنين، من زمان ننظر لها هكذا، من زمان ما كنا طلاب مدارس، فعاد هسه عشيبة وعلى بعد ما صرتوا انتوا على هذه الرتب والمستويات بعد كل هاي التجارب، يعني ممكن ان يخيفنا قرقعة او استخدام للشر؟ لا ان شاء الله، العراق ثابت، العراق ثابت، وعلى الاخرين ان يتغيروا، وان شاء الله في امتنا التغير يكون نحو الافضل، سواء في داخل عناوين المسؤولية او داخل الشعب.
أما على الآخرين العدوانيين فإن شاء الله الله يوقينا شرهم. حيا الله رجال، سلمونا الشثير، ناخذ صور.